ان شاء الله. ان شاء الله وادي الملوك. وادي الملوك هتبتدوا الاول، واول فقره هي فقره العلم. العلم، العلم خمس اجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50، ادب وعلوم. امتى الجوكر وادي الملوك؟ الجغرافيا ان شاء الله. دوسوا على البازر. جغرافيا والسؤال: تتبادل فرنسا السيادة على جزيرة الفيزان كل 6 أشهر مع إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ بتمتد على مسافة 200 متر وعرضها 40 متر. التبادل ده ابتدى بعد معاهدة 1659. فرنسا من 1 أغسطس ل 31 يناير، والدولة دي من 1 فبراير ل 31 يوليو. محمد علي باشا، أول إجابة ليك ب 20 نقطة. إن شاء الله جابتنا في الفترة دي أسبانيا. إسبانيا. طه مش موافق. إيه يا مستر؟ اختلفتوا، طبيعي بنختلف. يا ترى في إجابة في فريق طيبة؟ في إجابة. في إجابة تانية. إن شاء الله. محمد علي باشا، إجابة صحيحة. إسبانيا هي الإجابة الصحيحة، 20 نقطة. برافو عليك إنك ديكتاتور. هو محمد علي باشا. لا. 20. وادي الملوك. برافو. طيبة. سؤال في جغرافيا. إمتى الجوكر؟ مع ظروف الماتش. جغرافيا والسؤال هو: روكي الأسود هو رافد لأحد الأنهار الإفريقية، فما هو؟ من أكثر المسطحات المائية ظلاماً في العالم، لونه ده بسبب المستويات العالية من المواد العضوية الذائبة، محاط بغابات مطيرة. إجابتك؟ نهر الكونغو. أحمد أبو ضيف موافق. وطبعاً أحمد أبو ضيف لما بيوافق أنا بعمل إيه؟ لا مش دايم، ساعات بنختلف، بس المرة دي ما اختلفناش. إجابة صحيحة. الرافد ده فيه نسبة كبيرة من الكربون العضوي. 10 نقاط لفريق طيبة. 10 طيبة، 20 وادي الملوك. وادي الملوك، تاريخ والسؤال: يودورو دي فونسيكا هو أول رئيس جمهورية لإحدى دول أمريكا الجنوبية عام 1889، فما هي؟ يودورو ترأس الثورة العسكرية في 15 نوفمبر وقاد انقلاب على الإمبراطور بيدرو الثاني، وتعين كرئيس مؤقت لحد فبراير 1891، قعد سنتين تقريبا. كريم سعد، جابتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الأرجنتين. الأرجنتين طبعا إجابة خاطئة، مش الأرجنتين. محمد عجلان. البرازيل. البرازيل إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد، فعلا البرازيل مش الأرجنتين. 20-20. فريق طيبة، عندك سؤال في التاريخ. جوكر. جوكر، دوس على البازر. سؤال بعشرين نقطة وسؤال سهل يا رب من وجهة نظر إن شاء الله. تاريخ والسؤال: من هو قائد القوات الألمانية في معركة بئر حكيم عام 1942؟ من هو قائد القوات الألمانية في معركة بئر حكيم عام 1942 من 27 مايو ل 11 يونيو؟ شنت قوات الحلفاء هجومها للدفاع عن موقعها في بئر حكيم في الصحراء الليبية. خلي بالك يا سكر، لو إجابتك غلط من دلوقتي بقول لك وادي الملوك هيجو. لا ان شاء الله صح. ان شاء الله صح. رمل. ثعلب الصحراء رمل.
طب والنبي صح ان شاء الله. النبي صح. النبي احمد سكر اجابه صحيحه. رومن 20 نقطه. فريق طيبه، فريق طيبه 40، وادي الملوك 20. ودلوقتي عندنا سؤالين 50-50. اتفضلوا معانا عمر ماجد ومحمد الزهري، العمده ومزجنجي. وهنبتدي مع المزجنجي الاول. والله زمان يا مزجنجي. والله زمان يا استاذ عصام. والله وحشتني. انا بحب البرنامج ده. انت بتحب البرنامج ده بس انت ما بتسالش عني ليه؟ بس ما اعرفش بتسالش عني ليه. لا ده انت حبيبي يا استاذ يعني عصام. لازم نستنى من الموسم للموسم عشان تعبرني؟ لا والله ده انت انا بحبك يا استاذ عصام من غير حاجه. طب لو بتحبني ما بتسالش عني ليه؟ اسال عنك يا استاذ عصام. متشكر جدا. جاهز؟ جاهز. 50-50 والسؤال هو، ما هي ثاني اكبر دوله من حيث المساحه في قاره افريقيا؟ انا بقول الثانيه. ماشي. مش الاولى. ماشي. اجابتك الكونغو الديمقراطيه. اجابه صحيحه. 2,344,000 كيلومتر مربع. طب الاولى ايه؟ الاولى الجزائر. يا ولد الله عليك. طبعا دي 10 نقاط، 30 وادي الملوك، 40 طيبة. ازيك يا عمدة؟ والله زمان يا عمدة. والله زمان. انت فين يا عمدة؟ طمني عليك وعلى اخبارك. الحمد لله تمام. المدير الفني عامل معاك ايه؟ لا مدير الفني عامل معايا مشاكل كده. مشاكل. حلو حلو. مشاكل دي. طب وبعدين يعني نعمل ايه طيب؟ نقيل المدير الفني؟ تحب نجيب المدرب العام ولا نعمل ايه؟ نعمل تبديل. نعمل تبديل يعني؟ للدرجه دي؟ ده حطك تحت ضغط بجد. ايه ده؟ ده جاب لك فرح فعلا. اما انت ديكتاتور يا عمده. شفت مدير فني ديمقراطي كده؟ بالذمه. انا محضر لك مفاجاه بقى. انت محضر لي مفاجاه؟ في صوره شخصيه بقى بغني لك حته الدين اغنيه. والله بجد؟ طب جوع السؤال ده بقى عشان الموقف مش سهل، خلي بالك. نشوف. وفرح ايه؟ فرح طيبه صح؟ واحمد ابو ضيف شرير. شرير شرير جدا. جاهز؟ جاهز. 50-50 والسؤال هو، ما هي الدولة العربية الوحيدة التي يمر بها خط الاستواء؟ الصومال. الصومال. عمدة عمدة. إجابة صحيحة، برافو عليك يا عمدة، فعلا. خط الاستواء بيمر ب 11 دولة في العالم وفي أفريقيا فعلا بالصومال. برافو عليك، غيرت النتيجة. 50 طيبة، 30 وادي الملوك. اتفضلوا. شكرا يا عمدة وشكرا يا مزجنجي. نشكر طبعا مدام دينا وفرح. دلوقتي عندنا سؤال في الأدب لوادي الملوك. أدب والسؤال، أديب وصحفي مصري راحل، مؤلف كتاب الذي خرج ولم يعد، فمن هو؟ معنديش. 12 الكتاب في 2011 سنة وفاته، مجموعة مقالات عن موضوعات مختلفة. كريم إجابتك. نتوقع لعنوان أنيس منصور. إجابة صحيحة، فعلا أنيس منصور. 10 نقاط، نتيجة 40. وادي الملوك طيبة 50. طيبة أدب وسؤال، من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف رواية أسقار الموت؟ نشرت 2023. رواية بتحكي عن استحضار الأرواح. رواية رعب. إسلام إجابتك. حسن الجندي. حسن الجندي إجابة صحيحة، برافو عليك يا إسلام. طيبة
60 وادي الملوك 40 وادي الملوك علوم والسوالهم. اكتشف عالم حشرات أكبر بعوضة في العالم عام 2018 بإحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ طول البعوضة دي 11.5 سنتي وجناحها 8 سنتي. اكتشفها تشاو لي ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو والبعوضة دي. محمد علي إجابتك إن شاء الله نقول الصين. الصين، ومدام دينا بتسقف هي إجابتنا كلنا اتفقنا عليها. أنتوا الأربعة اتفقتوا عليها؟ أيوه. البعوضة دي بقى مش بتتغذى على دم الإنسان، بتتغذى على رحيق الأزهار، والصين إجابة صحيحة. 50 وادي الملوك 60 طيبة. آخر سؤال في الفقرة، طيبة علوم والسؤال. في عهد أي خلافة إسلامية تم تأسيس مرصد الحاكمي؟ كان موجود أعلى جبل المقطم، وضع فيه ابن يونس الفلكي الزيج الكبير. الزيج عبارة عن كتاب بيتحدد من خلاله حساب سير الكواكب. السمان أحمد إجابتك إن شاء الله الدولة العباسية. الدولة العباسية. الدكتور أحمد أبو ضيف مش موافق، اختلف معاكم في إجابة تانية. وادي الملوك. آه إن شاء الله. فرصة التعادل وقالوا لك آه إن شاء الله. السمان أحمد إجابة خاطئة. فرصة التعادل. فاطمية. الفاطمية إجابة صحيحة نسبة إلى الحاكم بأمر الله. اتعادلتوا 60-60. أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل، برافو عليك. في مجهود عظيم معمول. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.